سادس المراكز حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يقود في عملية التضمير والتدريب. أما المركز الثامن ثامن المراكز مشاهدينا الكرام متابع التحدي وتابع الإثارة من الجانب الآخر. هناك مطيلة تنطلق مشاهدينا الكرام ولا هناك الواصلة بن صوغان واصلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقودها في عملية التضمير والتدريب والوصول أيضا هنا والتقدم من خلال الشاهنية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن شاهين المرر يقودها في عملية التضمير والتدريب. أما المركز التاسع تاسع المراكز من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام كواد الهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير والمركز العاشر نوادر أيضا على عاشر المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يقودها في عملية تضميره وتدريبه. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة ولكن نعود مع البداية ونتابع شواهين على المركز الأول شواهين مع المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هناك سالم بن حمد بن هيان العامري يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني ثاني المراكز هناك مستحيلة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث ثالث المراكز حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم قائد العملية في الفرقة 11 التراثية علي بن راشد بن غدير يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع رابع المراكز الوصول من الشاهنية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن شاهين المرر يقودها في عملية التضمير والتدريب على المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز مزون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير يقودها في عملية التضمير والتدريب. ومن الجانب الآخر مستحيلة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز الخامس. وبن صوغان سادس المشاهدين الكرام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز السابع المركز الثامن ثامن المراكز هذه كوادر من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والتاسع المراكز من الجانب الآخر هو هناك نوادر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يقودها في عملية التضمير والتدريب. وعاشر المراكز المركز العاشر الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم آلي نيبي يقودها في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة في هذا المساء الرائع. ولكن نعود مع البداية نعود مع الصدارة ونتابع التسلل من تسللت على البداية من تقود الأسماء. هناك البداية هناك الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام. هناك حشيمة وهناك شواهين بينهن تنافس بينهن أداء متميز على المركز الأول. ولكن حشيمة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني شواهين على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري يقودها في عملية التضمير والتدريب. ثالث المراكز مستحيلة على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام تأتي مطيلة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والوصول يا سلام على المركز الخامس الوصول أيضا من مزول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هناك سعيد بن راشد بن غدير يقوده في عملية التضمير والتدريب. والسرابة تتسرب من مركز إلى مركز لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والوصول من بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقودها في عملية التضمير والتدريب. والشاهنية لسيدي صاحب السمو
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن شاهين المرر يقوده في عملية التضمير والتدريب. 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ولكن نعود مع الكيلومتر الأخير، نعود مع الكيلو الأخير، وحشيمة على المركز الأول، حشيمة على الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية المتواجدة بمرغم. يقدم لنا البداية، يقدم لنا الصدارة والانطلاقة من خلال حشيمة البداية. المركز الثاني التسلل من مستحيلة تتقدم لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا مستحيلة مع البداية تسللت إلى الصدارة، انطلقت بناموس هذا الشوط بالأمتار الأخيرة. حشيمة مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث هناك مطيلة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن هناك البداية مستحيلة على المركز الأول، مستحيلة على الصدارة، مستحيلة على الانطلاق من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا مستحيلة على الصدارة وعلى البداية. ستهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز وانتصار مستحيلة بالمركز الأول. التهنية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، ساعة وصوله إلى خط النهاية متوجة بهذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الثالث كانت فيها أيضا نوادر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. المركز الرابع مطيلة مشاهدين الكرام رابعا لهجن العاصفة. المركز الخامس هكذا مشاهدينا الكرام كانت التحديات وكانت الإثارة الحاضرة في هذا المساء الرائع. نعود مشاهدينا الكرام مع مستحيلة وأيضا قطعت مسافة السباق 9 دقائق 18 دقيقة 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس 9 و18 ثانية وأيضا 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والثانية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. 9 دقائق 22 ثانية و8 أجزاء من الثانية. الثانية موصولة لمضمرها علي بن راشد بن غدير. المركز الثالث كانت فيه نوادر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. 9 دقائق 23 ثانية 7 أجزاء من الثانية. والثانية أيضا موصولة لمضمرها حمد بن علي العويسي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.